الجديد، شو خطوتكم القادمة؟ هل الحزب يعني شفناه عم بيحكي مع قواعده انه يشاورهم، ولا في قرار بالمشاركة او المقاطعة؟ حتى اللحظة لم يصدر اي قرار بالمشاركة ولا بالمقاطعة. هناك لجان فنية تدرس موضوع المشاركة كأي مرحلة سابقة، في لجان فنية تدرس القانون، طبيعته، آثاره، تدرس يعني الظروف السياسية. وأخطر ما في الأمر ليس فقط القانون، رغم أن القانون مقمص تقميص يعني زي ما بقولوا على تفصيل الحقيقة بآثار أسوأ من قانون صدر واحد، شيء كله آثار سلبية وسددات. لكن حتى غير القانون، موضوع المناخ الذي يمكن أن تصنعه الدولة في مواجهة واستحقاقات العملية الانتخابية والمشاركة السياسية. دائما أي دولة من الدول حتى في الدول العام الثالث يعني عندما تجري تلك الانتخابات على قد قبل 4-5 سنوات يعني تفرد المجتمع الناس كان تشارك، كان يكون هناك أوسع يعني مشاركة من المجتمع الأردني في هذه الانتخابات. لكن اللي نلمسه خلال الشهرين ثلاثة الأخيرات لا، أنه في مزيد من التصعيد تجاه الحركة الإسلامية، تجاه حزب جبهة العالم الإسلامي. يعني أنت لما تتكلم عن استدعاءات تصل إلى عشرات المئات الكوادر خلال الشهرين الماضيات، شو يعني هدف هذا؟ في استدعاءات من الكوادر حزب جبهة العالم الإسلامي، ونسمع منها حتى في داخل هذه اللقاءات بيكون إساءات للحزب ودعوات لي يعني وكذلك الحقيقة لما يكون في إغلاق لفرع من فروع الحزب جبهة العالم الإسلامي بقرار إداري من الحكومة من بالعقبة، مقر للحزب غير مقر الجماعة يعني وطبعا لا ليس مقر الجماعة صحيح إغلاقه، ولكن اثنين غلط. لكن حتى كحزب جبهة العالم الإسلامي المرخص راح أغلقه بقرار إداري من محافظ العقبة، مع أنه القرار يجب أن يكون قضائيا قطعيا حتى يصل إلى هذه الدرجة. فالحقيقة لما نشوف هذه الممارسات، هذه لا تصنع مناخا للمشاركة لا عند الحزب الجبهة ولا عند غير حزب الجبهة. وإحنا شفنا في الانتخابات البلدية الأخيرة في 2013 كيف كان العزوف هائل هائل يعني بطريقة غير عادية. إذا هذا المطلوب فلذلك اللي بده يسوي مناخ يعني الحكومة إيجابي يشجع الناس على المشاركة. ومع ذلك الحقيقة كما قلت القرار في النهاية هو لمجلس الشورى في الحزب، وهو الذي سيحكم في هذه المعطيات كلها، قانونا ومناخا. ولكن ايضا دعني اسالك مهندس عن المزاج العام، هل المزاج العام ميال للمشاركه وطي صفحه المقاطعات، ولا لسه المزاج العام شوي متشنج، ولا بتنتظروا تطمينات على الاجراءات ايضا واداره الانتخابات كيف راح تكون؟ كما قلت الحقيقه يعني المزاج العام كان يمكن احسن شوي قبل اشهر، لكنه رد تعكر خلال الشهرين ثلاثه الاخيرات بسبب هذه الإجراءات اللي متأسفة، واللي كان آخرها كلام المحافظ مع الحركة الإسلامية، وكما قلت الإجراءات اللي صارت كل هذا الحقيقة قاعد بتعكر المزاج ولا تصنع مزاجا إيجابيا باتجاه المعارض. ثم الحقيقة الناس بدها تطمينات للإجراءات، يعني احنا كأننا بنعيش عشية 2007 من حيث الإجراءات تجاه الحركة الإسلامية. ايش بدك يعني مجلوبا مشان يعني تسوي فينا نسوي ما سويت في 2007 اللي اجمع الاردن كله على رئيس الوزراء الانتخابات قال المزور. نعم. هل المطلوب انه هذا المشهد يعني الحقيقه اذا كان هذا يعني فالمطلوب اليوم اجراءات حقيقيه لتطمين المجتمع انه احنا رايحين انتخابات من مثل يعني شو الاجراءات اللي ممكن تطمن حزب جبهة العالم؟ تشكيله الهيئه المستقله للانتخابات، افراد الحريات العامه شوي يعني تفرد صار لها شفافيه كثير يعني بشبوها يعني تنشن وهيك الجو صحيح. اذا نواب على باب مجلس النواب انضربوا وتحملوا بالشو اسمه يعني ايش المواطن العادي بده يطلع بكره بدها هذه الانتخابات بدها ايش بسموها مهرجانات انتخابيه واتصال بالمجتمع بكره بدك تقيد حريه الناس كيف اذا بدك بكره المشاركه تدخل فيها يعني في كلام الحقيقه حول الاجراءات هي اللي بتطمن الناس، هي اللي بتفرد تخلي الناس. لما أشوف أنا تدخلات الحكومة في نقابة المعلمين بالطريقة التي تمت يعني وتحديدا وزارة التربية في انتخابات المعلمين، حرمان آلاف من وجود أسمائهم في الكشوفات في العاصمة عمان وبعض المدن الأخرى، مدارس كاملة وشطبت كل أسماء معلميها ومعلماتها وهي مدارس معروفة يعني معروفة ممكن أن تصوت باتجاه معين أو كذا، لذلك هذا الحقيقة مؤشر يعني ما بؤشر على إيه انه في مش مريح يعني ما انت قاعد تصنع اجواء
لأنه هذا المكون أو غيره من المكونات أنها تريد أن تشارك أو غيره. طب هذا التراجع في هذه الاحتفالية إنجاز التعبير في تراجع نسبة مقاعد الجماعة الإسلامية في نقابة المعلمين يعني هالدرجة الأزمة؟ إحنا باقي أزمتنا فقط إنه قديش عدد مقاعد الإسلامية بنقابة المعلمين يعني، والهجمة ليش يعني؟ الحقيقة أول شيء أنا نحن نتدخل في الشأن النقابي المباشر وبقوده الشباب وحتى ولو كانوا من أبناء الحركة أو الحزب، لكنه كان في توجه يعني القيادات النقابية اللي في تقود هذا العمل أفسحت 20% من مقاعد من الهيئة المركزية لم تتقدم إليها ابتداء. نعم. ليس من قلة عناصر تتقدم إليها، ولكن ليفسح مجال للمشاركة أوسع، حتى ما يقولوا أنتم بتحتكروا ومش عارف إيش وتحرموا الآخرين زي ما حصل في 2000 وقبل سنتين. فهذا واحدة يعني كان في مبادرة حسنية، ومع ذلك الحقيقة الهجوم قائم يعني كأن الدولة في معركة مع الإسلاميين. إذا متى هذه الثنائية؟ يعني متى بدك تشعر البلد؟ يعني هذا القطبي يعني توتر الجميع، توتر الجميع وتوتر البلد، واترك هالبلد في مساحاتها. الناس بتحكم على أداءات الناس، تحكم على قدرات الناس، تحكم على، ولما بقصروا راح الناس تحاسبوا متعاقبوا. وإحنا دخلنا نقابات وطلعنا من النقابات يعني شيء طبيعي، ودخلوا إخواننا القوميين ومسائل انتخابات وطلعت وطلعت، هذا شيء طبيعي. في النهاية إحنا بنتكلم فيما يتعلق بالمؤسسات المدنية سواء انتخابات نيابية أو نقابية أو غيرها، الناس تحكم على الممارسة وتحكم، حتى لو كنت قوي تنظيميا في النهاية الناس بتعاقبك أو بتقدمك أو بتأخرك، ولا محال لا محال إذا قصرت راح الناس تعاقبك. فاتركوا المجتمع يحكم على هذه الممارسات، واتركوا الناس يعني تختار بالطريقة، لأنه بعض حال الاستفزاز مش كويس، ولا يصنع مؤسسات قوية تخدم البلد. البلد اليوم في مواجهة يعني الهشاشة اللي بتعيشها المجتمعات العربية، واللي شفناه في تحتاج إلى تقوية المناعة الداخلية، تقوية مؤسسات المجتمع المدني، نقابات وأحزاب وعشائر، كلها تقوية تعيد إلها هيبتها بحيث تكون قادرة على تسترد الدولة كلية. يعني الكل، لا يمكن الدولة أن تقف على رجل الأمنية فقط لوحدها. مقدر دور الجيش والأجهزة الأمنية في حفاظ الأمن، لكن وحده لا يصنع أمنا ولا يصنع استقرارا دائما، يصنع استقرار مؤقت مرتبك أو مرتبك، لكنه يعني أي لحظة لا سمح الله بيصير فيه هشاشة في المجتمع، في قدرته على التوحد حول الجسم بتفرط المناعة. ولذلك شفنا دول كان فيها يعني ملايين من رجال الأمن والجيش ما حمتها من أن يعني تضعف أمام يعني وكون مناعتها ضعيفة أمام المزاج الداخلي والوحدة الداخلية والتوحد الداخلي. مهندس يعني الآن نحن على أبواب يعني انتخابات أيضا في نقابة المعلمين تحديدا في نفس هذا الإطار. أنت قلت إنه الحركة الإسلامية فازت 164 قالوا 147، يعني هذا التضارب الرقمي يعني مقصود؟ هل المقصود إنه يعني يعطون انطباع إنه الإسلاميين تراجعوا؟ يعني هذا بريحهم إذا الإسلاميين فعلا تراجعوا؟ يا سيدي إذا بريحهم الإسلاميين تراجعوا يعني إذا هذا يخدم البلد يا سيدي تراجع الإسلاميين إذا القصة. لكن هل معركتك مع الإسلاميين؟ أنت الدولة محاطة واقفة على رجل واحدة مشان محاطة الإسلاميين؟ أنت هاي مهمتك في البلد؟ أنت مهمتك هاي إنك يعني هذا هو الإنجاز؟ على مين انتصرت يعني؟ أنت على مين انتصرت؟ ما كسرت قواعد اللعبة في المشهد الربيع العربي مع الدولة؟ ما كسرت قواعد لا اللعبة؟ لا لا أبدا للأمانة الحقيقة إحنا يعني رحنا باتجاه بغلع غير المزاج العام في الوطن العربي، رحنا طرحنا شعار إصلاح نظام. نعم. ما طرحنا سقاط النظام على كما على شو اسمه، ولذلك لكن نحن طلبنا باصلاح حقيقي مش اصلاح شكلي ولا ديكوري. كما يقولون سلوك اسقاطي بشعار اصلاحي. والله هذا الكلام الحقيقه بده دليل، بده دليل حقيقه. يعني انا بدي اضرب لك مثال، والناس تهتف في ايام حب تشرين بالاسقاط في بعض الناس في بعض التظاهرات الاسلاميه. صدر مباشرة موقف توضيحي من الحركة الإسلامية يقول ما احنا حدودنا اصلاح النظام، واللي بيحكي هذا ما يمثل موقف ولا رأي. هذا في اكثر من هيك موقف؟ لا يعني واضح القصة يعني. ولكن التعنت في الحوارات، تعنت في اللقاءات، رفضت كثير من الحوارات يعني شيء طبيعي في العمل السياسي، بتقاطع وبتوافق وبتوار يعني هذا شيء طبيعي في اي عملية سياسية، مش بس عندنا في الاردن، في اي بلد منه ترفض
تقبل بتعارض تنسحب، هذا شيء طبيعي يحدث في كل عملية. طبعاً شروط اللعبة السياسية مسموحة. مسموحة في أي بلد من البلدان. كيف مزاجكم أنتم الحكومة الآن الحالية؟ هل يعني في تواصل، في قطيعة، تحكوا مع بعض على أي مستوى؟ والله ما في أي تواصل حتى الآن، يعني رسمي بالمعنى. طبعاً إحنا ما عندناش تحفظ على اللقاءات، وحاسة أي لقاءات رسمية تدعى إليها نحضر، لكن ما في شيء يعني معنى يعني ينفس هذه الحالة الاحتقانية اللي تجد رسالة تطمين إنه يا أخوان انزلوا إحنا يعني ما في ولا من أي ركن من أركان الحكومة ما سمعنا شيء، ولا وزير التنمية السياسية لليوم سلم يعني بروح لو شافكوا على الأخير يعني ضربت بكتي ما سمعنا من أحد حتى اللحظة ما في شيء. جاهزين للحوارات؟ جاهزين الحقيقة احنا دائما جاهزين للحوار. الحوار لا يمكن أن يرفضه أحد أو ينكره، لأنه هذا شيء جزء من يعني طبيعتنا. نعتبر الحوار هو أحسن وسائل يعني دائما صناعة التوافقات الداخلية في المجتمع الأردني. يعني احنا مهندس كنا بنتمنى أن يكون الوقت معنا أكثر، ولكن على الأقل يعني صدقنا مع جمهورنا. شكرا لك أن تأتي متأخرا، خيرا من لا تأتي. يعني سنوعدكم أعزائي المستمعين بحوار أوسع وأعمق مع المهندس مراد العضالي، ولكن هذا كل ما بقي لدي من وقت. شكرا لكم، ألقاكم على خير.